My dear students, today Mr. Peter will talk about second lesson in Unit 3. Lesson 2 ده بيتكلم عن حاجة اسمها Geometric Transformations. Geometric Transformations دي ثلاث حاجات. أول حاجة هناخدها منهم Translation Transformation. تمام؟ تعال نعرف يعني إيه؟ هنعرف يعني ايه ترانسفورميشنز او ترانسليشن في الاول ده جزء من الترانسفورميشنز. ترانسليشن اوف ا بوينت ان ذا بلين. بص معايا في الرسمه اللي قدامك دي. سولوس بيج بلين درو ام ان. انا عندي هنا ام ان دوت ري وعندي بوينت اي نوت بيلونج تو ام ان. ادي اي دي. اي دي عايزين نعملها ترانسليشن. يعني ايه ترانسليشن؟ ترانسليشن يعني موفمنت، يعني حركه. عايزين نحرك الاي مسافة معينة in the direction of MN. طيب عشان تعمل movement للA أو translation للA لازم تعرف حاجتين مهمين. أول حاجة لازم نعرف direction، يعني A دي هتتحرك right ولا left ولا up ولا down ولا فين. لازم نعرف نوع direction. تاني حاجة ودي مهمة جدا، لازم نعرف distance، يا ترى هتمشي قد إيه، المسافة اللي هتحركها قد إيه. مثال صغير، لو أنت رايح المدرسة مثلا وساكن في مكان معين، أول حاجة لو أنت طالع من بيتكم ورايح المدرسة يبقى الدايركشن بتاعك إيه؟ المدرسة، الاتجاه بتاعك اتجاه المدرسة، تمام؟ لو المدرسة يمين أنت هتمشي يمين، لو المدرسة شمال أنت هتمشي شمال، تمام؟ تاني حاجة الديستانس بقى، لازم تحسب المسافة بين بيتك وبين المدرسة عشان تعرف الفترة الزمنية اللي أنت هتوصل فيها في الميعاد، تمام؟ يبقى عشان نعمل ترانسليشن لازم نعرف حاجة اسمها ماجنتيود. ماجنتيود يعني إيه؟ يعني ديستانس. تاني حاجة لازم نعرفها الدايركشن، تمام؟ الدايركشن الاتجاه. طيب المساله دي نحلها ازاي؟ ادي عندي ايه وادي عندي ام ان. ام ان ده الدايركشن وهو الديستانس بتاعه 4 سنتيمتر، يعني ام ان ايكوال 4 سنتيمتر. فاحنا عايزين نعمل موفمنت للاي او نعمل ترانزيشن للاي ان دايركشن اوف ام ان اند ديستانس 4 سنتيمتر. فنعمل ايه؟ بص معايا في السوليوشن. درو اري فروم اي بارل تو ام ان. نرسم ري من عند الاي هنا بارل لام ان كده، تمام؟ طبعا ده ري هيبقى طويل شويه. وبعدين تيك ذا دايركشن اوف اي اي بي in the opposite figure. Determine the point A dash on AB such that A dash equal 4 centimeter. هنحدد A A dash دي 4 طولها زي MN بالظبط طولها 4. يبقى A dash دي تعتبر A the image of A by translation its magnitude كام؟ 4 centimeter in direction of MN. ده معنى translation، تمام؟ خد بالك من الملحوظه اللي جايه دي، ان A dash ده is the image of A by translation its magnitude is MN is direction of MN. بمعنى ايه؟ ان A dash equal MN line segment A dash parallel to line segment MN. يبقى خد بالك الماجنتيود ديستانس ايكوال بعض، هما الاثنين اصلا parallel لايه؟ برضه parallel لبعض. تعالى بقى نشوف translation in the coordinate plane for integer numbers. لو انا عندي بوينت اسمها A مثلا 2 3، وعندي بوينت تاني اسمها B negative 3 1، ازاي نعمل البوينت دي translation؟ خد بالك القانون بتاع translation بيقول ان لو انا عندي A x و y مثلا، عايز اخليها الايمج بتاعتها تبقى A داش، بنعمل ايه؟ بنعمل x بلس c و y بلس d. ايه هي الاكس؟ هي c و d. c و d دول هما translation، هي point of translation. يعني انا بعمل البوينت بلس الترانسليشن يدينا الايمج. بوينت بلس ترانسليشن ايكوال الايمج. طيب بناء على كده لو انا عندي بوينت اسمها A 2 3، تمام، نعمل لها ترانسليشن كام؟ ترانسليشن عندك اكس بلس 3 واي بلس 2، يعني الاكس دي هنعملها بلس 3. طب 2 بلس 3 كام؟ 5. والواي هنعملها بلس 2، تبقى سي بلس 2 كام؟ 5. يبقى بوينت كده هو A داش ايكوال 2 بلس 3 ايكوال 5 وسي بلس 2 ايكوال ايه برضه؟ 5. طب عندي بوينت تاني بي اسمها 3 نيجاتيف 3 1،
تمام، هنعمل برضو نيجاتيف 3 بلس 3 تبقى 0، وهنعمل 1 بلس 2 ايكوال 3، يبقى الايمج بتاعتنا 0 و 3. يبقى كده احنا عرفنا الايمج اوف البوينت او الاي داش اللي هي 5 5 والبي داش اللي هي 0 و 3. تمام، احفظ القانون ده كويس، ان البوينت بلس الترانسليشن ايكوال الايمج. تعالى بقى في سكند شيفت ترانسليشن اوف لاين سيجمنت ان ذا بلين. ده انا عندي لاين سيجمنت A 2 3 و B نيجاتيف 2 0، عايزين نعملها ترانسليشن x بلس 3 y ماينس 2. خد بالك دي زي اللي فات بالظبط. ها هنعمل ايه؟ هنكتب البوينت في الاول A 2 3 ونعملها ترانسليشن. ها 2 بلس 3 كام؟ 5. 3 ماينس 2 1 تبقى 5 و 1. البي داش نيجاتيف 2 0 هنعملها مره بلس 3 ومره بلس 2، نيجاتيف 2 بلس 3 تبقى 1 و 0 ماينس 2 تبقى نيجاتيف 2، تبقى الاجابه 1 ونيجاتيف 2. تمام؟ دي الايمج اوف ذا ايتش اوف ذا بوينت اوف ترانسليشن. لاحظ معايا ان ايه داش بي داش ده از ايمج اوف اي بي باي ترانسليشن دوت. خد بالك ان ايه داش بي داش ايكوال اي بي وايه داش بي داش بارل تو اي بي. تعالى بقى ناخد ثيرد ترانسليشن اوف جيومتريك شيب ان ذا كوردينيت بلين. خدنا بوينت وبعدين خدنا لاين سيجمنت، دلوقتي بناخد شيب كامل. الشيب ده مثلا زي التريانجل اللي قدامك دوت. التريانجل ده فيه A 0 1 B 2 3 C نيجاتيف 1 و 4، هنعمل لهم ترانسليشن x بلس 2 y بلس 3. طبعا ال A داش هنا هتبقى 2 4، ال B داش هتبقى 4 و 6، ال C داش هتبقى 1 و 7. تمام؟ طبعا احنا ممكن نرسم البوينتس دي تاني هنا، فتبقى A داش B داش C داش اللي هو اليلو تريانجل اللي انت شايفه ده. لاحظ معايا ان الترانسليشن مش بيغير شكل الفيجر، يعني ده تريانجل يطلع تريانجل ويطلعوا كلهم بارل لبعض، يعني اي بي بارل تو اي داش بي داش، واي سي بارل تو اي داش سي داش، وبي سي بارل تو بي داش سي داش. التريانجل ده هو هو ده، ما اتغيرش غير بس انه اتحرك من مكانه. تلاحظ ان هو اتحرك من هنا جه هنا مش اكتر من كده، لكن الفيجر نفسه ما اتغيرش. ده هناخد ريل نمبر 1، بيقول لك فروم ذا بريفيوس فيجر من الشكل قدامك دوت اي داش بي داش ايكوال سبيس. تمام، ادي الشكل قدامنا اهو. تعال نشوف اي داش بي داش ايكوال، هيطلع اي بي، اي سي ايكوال اي داش سي داش، اي داش سي داش بارل تو اي سي، ميجر اوف انجل بي داش ايكوال ميجر اوف انجل بي، ميجر اوف انجل سي ايكوال ميجر اوف انجل سي داش، وعندي ان بي سي بارل تو بي داش سي داش. تمام، بص بقى في دليل نمبر 2 الرسمه اللي قدامك، بيقول لك ذا كوردين بلين اي بي سي دي از ريكتانجل وير اي 4 1 بي 4 3 سي 1 3 دي 1 1 فايند اتس ايمج باي ترانسليشن اكس بلس 3 واي بلس 3. احنا بنحب طريقه الحل اللي جايه دي، حاول يعني تتعود عليها وتعمل. اول حاجه احنا بنكتب البوينت اي 4 1 ونكتب الترانسليشن على الري بالشكل ده اكس بلس 3 واي بلس 3. طيب 4 بلس 3 كام؟ 7. واي بلس 3 هتبقى 1 بلس 3 هتبقى 4. تعال ناخد البوينت اللي اسمها بي، بي عندك 4 و 3، هنعملها برضو ترانسليشن اكس بلس 3 واي بلس 3 هتطلع 7 و 6. عندك سي 1 و 3 هتبقى اكس بلس 3 برضو واي بلس 3 فهتبقى 4 و 6. اخر بوينت عندك اللي هي دي هتبقى 1 1، نعملها اكس بلس 3 واي بلس 3 فهتبقى 4 و 4. تعالى ناخد مجموعه تشوز دايما بتيجي في الامتحان وبتكرر في كل الافكار اللي فاتت. The image of the point negative 1 و2 by translation magnitude of 3 units in the positive direction of the x axis. هنا بيقول لك ان احنا هنحرك 3 units in the positive direction of x، يعني هنحرك الاكس 3. طب الواي؟ طب لو ما اتكلمش عن الواي يبقى هنسيبها زي ما هي. فتبقى المفروض الاجابه تبقى negative 1 plus 3 تبقى 2 2. تمام؟ The image of the point negative 3 4 by translation of magnitude of 4 units in the negative direction of the y-axis. خد بالك هو قال لك هنحرك الواي نيجاتيف 4، طب الاكس تفضل زي ما هي، تبقى الاكس 3 زي ما هي، وهنعمل 4 ماينس 4 تبقى 0، يبقى الاجابه المفروض نيجاتيف 3 و0.
اللي بعدها the image of the point 35 by translation x plus 2y minus 5. يلا نعمل بلس وماينس ال 3 هنعملها بلس 2 تبقى 5 minus 1 تبقى 4 تبقى الاجابه 5 و 4. The image of the point space by translation x minus 3 and y plus 4 is negative 5 negative 3. هو هنا السؤال معكوس، هو هنا مديني الايمج وعايز البوينت. طب احنا خدنا كوب بيقول ان البوينت بلس الايمج البوينت بلس ترانسليشن ايكوال الايمج. طب احنا دلوقتي عندنا الايمج والترانسليشن، يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل ماينس، يبقى تعمل نيجاتيف 5. خد بالك من الماينس ده عشان ما يلخبط شويه. هنعمل نيجاتيف 5 ماينس نيجاتيف 3 فتبقى نيجاتيف 2، وهنعمل نيجاتيف 3 ماينس 4 تبقى نيجاتيف 7، فتبقى الاجابه نيجاتيف 2 نيجاتيف 7. The image of the point 8 و negative 10 by translation negative 3 و 4 is هنعمل برضو plus 8 plus negative 3 تبقى 5 و negative 6 يبقى الإجابة 5 و negative 6. The image of the point 1 و negative 3 by translation space is كذا. طبعا احنا عايزين نجيب translation، بنعمل الـ image minus الـ point 1 minus 1 equals 0، 0 minus negative 3 تبقى 3 تبقى الإجابة 0 و 3. أرجو إنك تحل الشوز ده مرة تانية، لأن الشوز ده هو يعني بيجي منه كتير جدا في الامتحان، وفي نفس الوقت هيفهمك كويس جدا جدا الترانسليشن.